أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الجيش المصري استطاع أن يكسر حجز الخوف وغياب الثقة وفارق القوة الضخمة خلال حرب أكتوبر 1973، مؤكدا أن أي قوة لم تكن قادرة على تحقيق النصر سوى الجيش المصري. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن الجيش المصري حقق النصر بالإرادة رغم موازين القوى العالمية، لا سيما الصراع بين القوى العظمى في العالم وقتها. يعني نختلف مش مع كل اللي بيتكلم على الموضوع. لو عشت ودقت الحالة من 67 ل 73 هتعرف إن مصر مش انتصرت، مصر قفزت. مصر قفزت ليه بقى؟ لما يكون في طرفين متساويين في القدرة وفي القوة، ومن ضمنها القوة المعنوية، المنتصر قوة المعنوية تختلف عن قوة المعنوية للمنهزم. فلما يكون القوة منهزمة، وهي القوة المصرية في ذلك الوقت أو القوة العربية في ذلك الوقت، وحصل يعني تدمير كامل للقدرات العسكرية للجيوش وخاصة قدرة الجيش المصري. الكلام كان بيتقال وده موجود مشاهديا في الوقت ده، وتقال مصر تحتاج 50 سنة عشان إعادة بناء جيشها اللي تم تدميره. إذن اللي يستطيع في ظل الظروف دي كلها بالكامل، هزيمة كاملة، إحباط كامل، فقد للثقة، غياب لقائد كانوا هم متعودين عليه بقالهم 16 سنة من 52 ل 70، وكان له يعني كان بيعتبر رقم كبير جدا في معادلة القوة بتاعت الدولة المصرية ويمكن العربية. كل ده ويستطيع الجيش ان يكسر حاجز الخوف وعدم الثقة وفرق القوة، فرق القوة الضخم جدا ما بين ما لدينا وما لديهم، لا ده ما كانش انتصار.